السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم السنة الأولى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال، اللهم آمين. معاكم دكتور أحمد مختار، هشرح لكم السنة دي أحياء أولى ثانوي الترم الأول إن شاء الله بإذن الله. طيب إحنا هنشرح ايه النهاردة بإذن الله؟ هنشرح الدرس التمهيدي وبداية الكربوهيدرات وإن شاء الله بإذن الله نخلصها النهاردة إن شاء الله. طيب قبل ما نبدأ نعرف بس تعريف بسيط للأحياء. الأحياء هو علم بيهتم بدراسة الكائنات الحية. كائنات الحية ممكن تكون إنسان او حيوان او نبات، تمام؟ طيب احنا خدنا ماده في العلوم، ماده السنه واحنا في ثالثه اعدادي خدنا العلوم. العلوم دي كلمه جمع، جمع الايه؟ العلم. علم وعلم وعلم يعمل علوم. فاحنا خدنا في الماده بتاعه العلوم دي علم الاحياء والفيزياء والكيمياء، بس كانوا بشكل بسيط. احنا المره دي هناخد ايه؟ الاحياء لوحديها بتوسع اكتر عن اعدادي. طب هي الماده صعبه ولا سهله؟ ان شاء الله باذن الله تكون ماده سهله، بس محتاج انك تكون فاهم كويس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا الدرس بتاع النهارده. الدرس بتاع النهارده بيقول ايه؟ الجزيئات البيولوجيه الكبيره. طيب عشان لازم نبقى فاهمين في النظام الجديد كل كلمه بتقول ايه، لازم تبقى فاهم كويس. حتى لو مش النظام الجديد انت خليك فاهم، بلاش تحفظ وخلاص، افهم الكلمه بتقول ايه. الجزيئات البيولوجيه الكبيره يعني ايه؟ جزيئات يعني ايه بيولوجيه وليه كبيره اصلا؟ قالك والله كلمة جزيئات، احيانا بنسمع كلمة جزيئات زي مثلا جزيء المية، جزيء الجلوكوز، الكلام ده كله، بس مش عارفين هو فين في الجسم. طيب تعالى ناخد كده من الأول نفهم الفيلم ماشي ازاي. الكائن الحي سواء إنسان أو حيوان أو نبات، أنا ككائن حي إنسان أهوت. طيب أنا دلوقتي لو جبنا إنسان وشرحناه هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن الإنسان ده بيتكون من عدة أجهزة. أجهزة يعني إيه أجهزة؟ جهاز هضمي، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز دوري، جهاز عصبي، جهاز حركي. طيب الكلام ده كله مجموعه اجهزه بتكون الكائن الحي، تمام؟ يعني عمرك شفت انسان من غير جهاز هضمي؟ انسان ما بياكلش؟ مستحيل. لازم الانسان ده بيتكون عده اجهزه كلهم بيتشاركوا مع بعض يعملوا الكائن الحي. جميل جدا. طيب لو خدنا مثال على الاجهزه ديت، مثال واحد اللي هو الجهاز الهضمي، وبصينا عليه هنلاقيه بيتكون من ايه الجهاز الهضمي مثلا؟ بيتكون من الفم والبلعوم والمريء والمعده والاثنى عشر الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه والمستقيم وفتحه الشرج. طبعا في ملحقات الجهاز الهضمي زي طبعا الكبد والبنكرياس. طيب مش كل واحده من دول يعتبر عضو؟ اذا الكائن الحي اللي هو الانسان على بعضه بيتكون من اجهزه زي الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز الدوري، الجهاز البولي، الجهاز العصبي وهكذا. يبقى مجموعه الاجهزه دي مع بعضيها بتعمل الكائن الحي. ممتاز. طيب الجهاز الواحد لما خدنا مثال على الجهاز الهضمي قلنا بيتكون من اعضاء، تمام؟ اللي هو قلنا الفم والبلعوم والمريء والمعده. هناخد مثال بسيط تمام على المعده، تمام؟ خلينا ناخد الماده كمثال. طيب لو انا عندي ماده، تمام؟ ادي الماده. ورحت جاي كده طبعا مفضيينها وكل حاجه ما فيهاش حاجه من جوه. قطعنا فيها وبصينا تحت الميكروسكوب، تمام؟ لو بصينا تحت الميكروسكوب كده وقطعنا شرايح بسيطه، بصينا تحت الميكروسكوب وصبغناها، تمام؟ وهنلاقي الشكل ده، تمام؟ ايه الشكل ده؟ حاجات كده منسجمه مع بعضيها بتعمل وظيفه معينه، حاجه ايه؟ منسجمه مع بعضيها بتعمل وظيفه معينه، منسجمه عشان كده قلنا انسجه. النسيج ده، تمام؟ مجموعه خلايا، تمام؟ يبقى الشكل ده الانسجه دي لما بتتكون مع بعضيها نسيج مع نسيج مع نسيج بيعمل العضو اللي هو المعده، المعده مع باقي الاعضاء بتعمل الجهاز اللي هو الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي مع الجهاز العصبي مع الجهاز التنفسي يعمل الكائن الحي اللي هو الانسان. طيب لو خدنا واحده بس، دي خليه ودي خليه ودي خليه ودي خليه جنب خلايا جنب بعضيها مترصه جنب بعضيها بتعمل نسيج، لو خدنا خليه واحده من دي وكبرناها نلاقيها بالشكل ده، تمام؟ يبقى الانسجه بتتكون من مجموعه خلايا، تمام؟ يبقى خلايا مع بعضها تكون نسيج. ممتاز. صلي بيها على النبي ويلا خش على الحته اللي جايه ديت. الخليه ديت لو كبرناها عملنا كده، تمام؟ الخلايا الحيوانيه شكلها دائري، تمام؟ اما النباتيه بتلاقيها بشكل مربع او مستطيل يعني ولا بشكل معين لانها بيحوطها جدار خلوي، تمام؟ فلنفترض احنا دلوقتي خدنا الخليه اهيت وادي النواه جوه، تمام؟ النواه دي عباره ايه؟ عضي من عضيات الخليه. ايه؟ عضي؟ يعني ايه عضي ده؟ مش فاهم. عضي. عضي. لو بصيت على كلمه عضي هتلاقيه ان هو تصغير عضو. يعني ايه تصغير عضو؟ لو كتاب كبير بنقول عليه كتاب، اما لو كتاب صغير بنقول عليه ايه؟ كتيب، تمام؟ لو شجره كبيره بنقول شجره، اما لو شجره صغيره بنقول عليه شجيره، تمام؟
فهو قضيه ده تصغير عضو. ليه؟ لان لقينا حاجات جوه الخليه تمام زي الاعضاء. انت عندك عينك بتقوم بايه؟ بالابصار. الايد بتقوم بالحركه تمام. يبقى كل عضو بيقوم بوظيفه. لقينا برده في الخليه حاجات بتقوم بوظائف معينه تمام. فبدل ما نقول عليها عضو قلنا عليها ايه؟ عضي. وجمع عضي ايه؟ عضيات. ممتاز. ايه العضيات اللي ممكن نشوفها في الخليه؟ طبعا النواه اللي جواها الدي ان ايه، الماده الوراثيه اللي هو فيها كل العامل او الصفات الوراثيه اللي انت بتحملها من الاب والام، زي لون جلدك، نعومه شعرك، لون عينيك، الكلام ده كله واخده منين؟ من الاب والام، متحمل على الدي ان ايه جوه النواه. ممتاز. كمل معايا. هتلاقي برده حاجه اسمها الميتوكوندريا تمام. ده بيت الطاقه في الخليه تمام، اللي بيخش فيه عنصر او جزيء الجلوكوز يطلع طاقه، وهنعرفه كمان شويه. هنلاقي في حاجه اسمها رايبوسومات موجوده في الخليه كده، مسؤوله عن تكوين البروتين. هنلاقي في حاجه اسمها الشبكه الاندوبلازميه حوالين النواه. هنلاقي في حاجه اسمها جهاز جيولوجي تمام. وهنلاقي في حاجه اسمها لايسوزوم. شويه حاجات هناخدها في الوحده الثانيه من المنهج، في النص الثاني من المنهج تمام. كل حاجه في الخليه بتعمل ايه ووظيفتها ايه. طيب مش مهم عندنا الكلام ده دلوقتي، انا بس بديك تفصيل عشان تفهم يعني ايه عضيات الخليه. طيب انت فهمت عضيات الخليه وعرفت الامثله عليها تمام. فلنفترض يبقى العضيات دي مع بعضيها تمام. برضو نقطه نسينا ان انا اقولها، قال عندك النواه تمام، في حاجه اسمها سيتوبلازم. يعني ايه سيتوبلازم بقى؟ ده من بره غشاء الخليه. غشاء الخليه. ممتاز. ايه بقى اللي جوه ده؟ ده السائل اللي موجود جوه الخليه. مش الدم فيه بلازما؟ والخليه جواها بلازما، ميه، الميه اللي عايمه اللي عايم فيها كل عضلات الخليه. خليه باللاتين اسمها سايتو تمام، والماده دي اسمها بلازما، سايتو بلازم. يبقى بالعربي اسمه ايه؟ السايتو بلازم. يبقى انت فاهم على طول ان السيتوبلازم ده السائل اللي جوه الخليه. السائل جوه الخليه ده عايم فيه كل العضيات اللي احنا لسه قايلينها، ان هي الميتوكوندريا، الرايبوزوم، الشبكه الاندوبلازميه الخشنه او الناعمه، والكلام ده كله هنعرفه قدام لما يجي وقته. طيب العضيات ديت مثلا لو جبنا عضي بسيط زي مثلا الميتوكوندريا، هنلاقيها بيتكون او جواه مثلا جواه ادي الميتوكوندريا، هنلاقي مثلا جواه ايه؟ جزيء مثلا زي الجلوكوز، ولا مثلا اللايزوزوم بيكون مثلا البروتين. إيه نستفاد ايه؟ ان الجزيئات تمام بتبدا تكون الايه؟ بتكون العضيات. يبقى الجزيئات بتكون الايه؟ العضيات. يبقى من الاول تاني كان عندنا اجهزه مع بعضيها بتكون الكائن الحي، والجهاز بيتكون من اعضاء، والاعضاء بتتكون من انسجه، والانسجه بتتكون من خلايا متراصه مع بعضها عشان تعمل النسيج. الخليه الواحده جواها عضيات، العضي الواحد بيتكون من جزيئات، والجزيء الواحد زي مثلا قلنا جزيء الجلوكوز بيتكون ايه؟ جزيء الجلوكوز ده هنعرفه كمان شويه بالتفصيل، بيتكون من C6H12O6، يعني 6 ذرات كربون، 12 ذره هيدروجين، 6 ذرات اكسجين. يعني الجزيء بيتكون من ذرات اللي هو زي ذرات الكربون، الهيدروجين والاكسجين. يبقى احنا فهمنا كده بالتفصيل، ده اسمه التسلسل التركيبي للكائن الحي. التسلسل ايه؟ التركيبي للكائن الحي. قول ورايا، التسلسل ايه؟ التركيبي للكائن الحي. كائن حي، اجهزه، اعضاء، انسجه، خلايا، عضيات، وجزيئات، وذرات، وبعد كده في حاجه مش لازم تعرفها دلوقتي ومش عليكم، اللي هو طبعا الالكترونات والبروتونات والنيوترونات. طيب كده احنا عرفنا الايه؟ عرفنا التسلسل التركيبي للكائن الحي. حلو. طيب ايه تاني اعرفه؟ قال لك والله انت كده فهمت يعني ايه جزيئات. جزيئات يعني بنتكلم في الحته دي. نتكلم فين؟ في الحته دي. طيب فهمت يعني ايه جزيئات؟ وهنخش التفصيله تاني ليها، بس خلينا دلوقتي على كلمه جزيئات. فهمنا هي فين جزيئات؟ من جسم الكائن الحي. ممتاز؟ ممتاز. كمل معايا. بيولوجيه. جزيئات ايه؟ بيولوجيه. بيولوجيه. بيولوجيه لو بصينا على كلمه احياء وترجمناها على جوجل ترانسليشن تمام او ترانسليتور، اللي هي بيقول لك بيولوجي تمام. يبقى الاحياء بالانجليزي اسمها ايه؟ بيولوجي. بيولوجي لو كتبت بيولوجي كده على جوجل يقول لك بيولوجي از ا برانش اوف ساينس. الاحياء فرع من العلوم. الاحياء فرع من العلوم. ذات ديلز ويز ليفنج اورجانيزمز اند ذير فايتال بروسيسز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بتهتم او بتتعامل مع الكائنات الحيه وايه تاني؟ والعمليات الحيويه بتاعتها. ايه العمليات الحيويه؟ الحركه، النقل، الهضم، كل دي عمليات حيويه.
طب اللي انا عاوز اقوله من ده كله ايه؟ كلمه بيولوجي، احنا للاسف بناخد الكلمه بالانجليزي بنحطها زي ما هي موجوده. فكلمه بيولوجيه اللي هو بيتعامل مع الكائنات الحيه، يعني بين قوسين كده نقدر نقول ان جزيئات بيولوجيه يعني موجوده في الكائنات الحيه. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا فهمنا يعني جزيئات من تسلسل التركيب بتاع الكائن الحي، فهمنا يعني ايه بيولوجيه. كلمه كبيره، ليه قال كبيره؟ ما دام قال كبيره يبقى فيه صغيره. تمام. طب ايه هو بقى اللي كبيره؟ والله انت كده لو خدت رحله كده بسيطه لحد الهرم هتلاقي ان الهرم الكبير ده اللي هو انت شايفه من مكان بعيد خالص بيتكون من ايه؟ بيتكون من حجر، حجر جنب حجر جنب حجر جنب حجر عمل الهرم. جميل. طيب يبقى الهرم الكبير ده تمام بيتكون من حاجه اصغر اسمها الحجر، صح؟ جميل. زي الحيطه المكان احنا قاعدين فيه ده بيتكون، الحيطه بتتكون من ايه؟ من طوب، طوبه جنب طوبه جنب طوبه عملت الحيطه. ممتاز، 10 على 10. طيب الحاجه الكبيره بقى بلغه الاحياء بنقول عليها ايه؟ بوليمر. حاجه كبيره بنقول عليها ايه؟ بوليمر. حاجه كبيره بنقول عليها ايه؟ بوليمر. بوليمر دي اصلا لو فصصناها باللاتين هنلاقي ان هي بتتكون بولي مر. بولي يعني عديد، مر يعني ايه؟ قطعه او وحده، يعني عديد القطع او عديد الوحدات، مش حاجه ايه؟ مش حاجه واحده. اما مونيمر بتتكون من كده مونو مر. مونو يعني ايه؟ وحيد. مر يعني ايه؟ قطعه. يعني بيتكون من قطعه واحده. افتكرها بقى، افتكرها قولها ورايا، قولها ورايا. مونو يعني نونو، مونو يعني نونو، مونيمر يعني الحاجه الصغيره. مونو يعني نونو، يعني الحاجه الصغيره. اما الحاجه الكبيره الهرم الكبير ده اللي هو الايه؟ البوليمر. ممتاز، ممتاز جدا، ركز معايا. يعني احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه جزيئات بالتسلسل التركيبي، فهمنا يعني ايه بيولوجيه ان هي حاجه حيه لانها بتتعامل مع الكائنات الحيه، وكبيره لان في حاجه صغيره اللي هو المونيمر وحاجه اسمها البوليمر. تمام. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه بوليمر ومونيمر. طيب ممكن اقول تعريف للبوليمر؟ البوليمر ده عباره عن ايه؟ عباره عن جزيئات بيولوجيه كبيره، تمام؟ تتكون من جزيئات اصغر حجما تسمى المونيمر، تمام؟ او نتيجه اتحاد المونيمرات مع بعضها عن طريق عمليه البالمر. بسيط، هو احنا هنكون بوليمر، هنكون ايه؟ بوليمر، يبقى عن طريق عمليه البالمره، تمام؟ هنبلمر الحاجه، هنكون حاجات صغيره مع بعضها كده نربطها نعمل الايه؟ البوليمر. ممتاز، ركز معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نروح بقى للجزيئات بتاعتها ونفصص فيها. قال لك والله لقينا جسم الانسان بيتكون من جزيئات، بس عاوزين نصنف الجزيئات ديت. قال لك في جزيئات عضويه وجزيئات غير عضويه. جزيئات ايه؟ عضويه وجزيئات غير عضويه. طب برضو مش فاهم افرق ازاي بينهم. قال لك والله العضويه بكل بساطه وبكل سهوله لو في ذره كربون او ذره هيدروجين لازم الاثنين مع بعض، لازم موجود الايه؟ الاثنين مع بعض، واحد لوحديها ما تنفعش. لو موجود الاثنين يبقى ده مركب عضوي. طيب الغير عضويه لا، ده لا يشترط، لا يشترط وجود الكربون ولا الهيدروجين. ازاي؟ قال لك الميه H2O في هيدروجين؟ في هيدروجين. في كربون؟ مفيش كربون. يبقى عضوي ولا غير عضوي؟ غير عضوي. اشمعنى؟ ده في هيدروجين؟ ايوه بس مفيش كربون. ناخد مثال تاني، الكالسيوم كربونات، تمام؟ بيكربونات الكالسيوم. ادي ده كالسيوم، اوكي ماشي مش مهم، بقى عندنا ايه؟ كربون. هل ده عضوي؟ لا مش عضوي. اشمعنى؟ في كربون، في هيدروجين؟ لا مفيش هيدروجين، تمام؟ طيب ال NaCl ادي صوديوم وادي كلور، لا في كربون ولا في هيدروجين، يبقى ده غير عضوي. طب تعالى ناخد الجلوكوز C6H12O6. جميل. السي مش ده كربون؟ ده هيدروجين؟ يبقى ده عضوي؟ تمام، فهمنا كده؟ يبقى المركب العضوي هو المركب يحتوي على ذره الكربون والهيدروجين، تمام؟ اما الغير عضوي لا يشترط ان يحتوي على ايه؟ على ذره الكربون او الهيدروجين. طيب الامثله بتاعت دي ايه؟ الامثله بتاعت دي ايه؟ الغير عضوي ببساطه الميه والاملاح المعدنيه، تمام؟ الكالسيوم والحديد الكلام ده كله، تمام؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا من غير العضوي، بس عايز اقول لك حاجه من حتى من الرمز اللي انا كتبته بتاع الجلوكوز C6H12 حاجه كبيره، تمام؟ الميه H2O، تمام؟ يبقى ده بيتميز ان هو صغير في الحجم. حجمه صغير، اما ده كبير في الحجم.
تمام؟ طيب فاحنا عرفنا دول ازاي نحدد ده مركب عضوي ولا لا. قال لك زي ايه؟ تعال نبص على الحاجات اللي احنا بناكلها. الكربوهيدرات، تمام؟ وده الدرس بتاع النهارده ان شاء الله. الكربوهيدرات ده حاجه كبيره، بوليمر اللي هو الهرم الكبير، تمام؟ وبعد عندنا امثله ثانيه، الليبيدات. الايه؟ الليبيدات. ركز معايا كده، ده الدرس الثاني ان شاء الله. ليبيدات بالانجليزي اللي هي الليبيدز، احنا بناخد الكلمه بنحطها زي ما هي للاسف، فانت بتقرا الكلمه مش فاهم. زي بالظبط كلمه ايه؟ لو انت بصيت على كلمه، انت بتعمل مع الفيسبوك يعني كده، كلمه بوست معناها منشور. المفروض لما نيجي نجمعها بالعربي نقول ايه؟ منشورات. حد بيقول منشورات؟ لا، بنقولها ايه؟ بوستات. يعني بنجمع بالانجليزي يعني اللي هو بنترجم كده بمزاجنا. فالمفروض ليميتز ديت اللي هي ايه؟ بتساوي فاتس. ايه فاتس دي؟ ناس تخينه؟ لا، فاتس دي معناها الدهون. يبقى الكربوهيدرات دي هنعرف هي ايه؟ تمام؟ والليبيدات اللي هي الدهون، الليبيدات اللي هي ايه؟ الدهون والبروتينات. بعد كده الاحماض النوويه، ايه الاحماض النوويه دي؟ اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه. ايه الار ان ايه؟ هتعرف ان شاء الله في درس الاحماض النوويه. يبقى ده درس، وده الدرس اللي بعده، والبروتينات الدرس اللي بعديهم، والاحماض النوويه الدرس اللي بعديهم، تمام؟ حلو. طيب مش ده قلنا الهرم الكبير البوليمر؟ حلو، مش قلنا ان الهرم بيتكون من حجاره؟ اه قلنا. طب الكربوهيدرات الكبيره ديت اللي هي البوليمر الكبير بيتكون بقى ايه الحجر بقى بتاعها؟ ايه الحجر او المونيمر بقى بتاعها؟ دلوقتي بقيت عارف احياء، فانت عارف الحاجه الكبيره اسمها ايه؟ البوليمر. يبقى ده البوليمر. فين المونيمر بتاعها؟ اسمه السكريات الاحاديه، وهنعرف يعني ايه سكريات احاديه دلوقتي. يبقى المونيمر بتاعها اسمه سكريات احاديه. طب الليبيدات، الليبيدات دي مش دهون؟ اه دهون. يبقى بتتكون احماض دهنيه. الحجر بتاعها اللي هو حمض دهني مع حمض دهني مع حمض دهني يعمل دهون. طيب الاحماض الامينيه، حمض اميني مع حمض اميني مع حمض اميني يعمل بروتين. اما الاحماض النوويه اسمها بس غريب شويه، الوحده بتاعتها البنائيه الاول المونيمر اسمها النيوكليوتيدات. الايه؟ النيوكليوتيدات. تاني النيوكليوتيدات. يبقى نيوكليوتيدا مع نيوكليوتيدا مع نيوكليوتيدا مع نيوكليوتيدا تعمل الدي ان ايه او الار ان ايه اللي هي الاحماض النوويه. ايه كلمه نوويه دي؟ بتضرب نووي يعني ولا ايه؟ لا، قال لك نوويه بكل بساطه عشان هي موجوده داخل النواه. تمام؟ عشان موجوده داخل النواه. إيه احنا بكل بساطه خدنا النهارده ايه؟ خدنا الجزيئات وفهمنا يعني الجزيئات من خلال التسلسل التركيبي، عرفنا يعني ايه بيولوجيه، عرفنا يعني ايه كبيره، وبعد كده احنا على الجزيئات قلنا في منها عضويه وغير عضويه وعرفنا ازاي نفرق بينها. ممتاز، ممتاز جدا. طيب خلينا نبدا النهارده دلوقتي فين؟ في الكربوهيدرات. يبقى احنا كده مهدنا، خدنا الدرس التمهيد، هنبدا دلوقتي بالكربوهيدرات، تمام؟ تمام. كربوهيدرات لو عايز اقول تعريف من اللي احنا قلناه من شويه، التعريف ده يمشي على اي حاجه من دول. دي البوليمر، يبقى دي جزيئات بيولوجيه كبيره تتكون من قوسين بوليمر، تتكون من جزيئات اصغر حجما على حسب بقى. لو هي كربوهيدرات هقول سكات احاديه المونيمر بتاعها، لو هي الليبيدات هقول احماض دهنيه وهكذا. طب لما اكتب بقى تعريف للكربوهيدرات اقول له ايه؟ اقول له والله هي جزيئات بيولوجيه كبيره، تمام؟ ماشي، بين قوسين بوليمر، والله معروف. تتكون من جزيئات اصغر حجما، بين قوسين مونيمر، اللي هو ايه؟ السكريات الاحاديه، تمام؟ عن طريق عمليه البلمره، ماشي. وتشمل ثلاث حاجات، وتشمل الايه؟ تشمل ثلاث حاجات. النشويات، تشمل ايه؟ النشويات، يعني الحاجات اللي فيها ايه؟ نشا، الحاجات اللي فيها ايه؟ نشا. النشويات والسكريات، يعني الحاجات اللي فيها ايه؟ سكر، تمام؟ والالياف. طب الالياف مش عارف، اما النشويات السكريات باينه. قال لك الالياف ديت بكل بساطه عندك ادي، ده الجدار الخلوي بتاع الخلايا النباتيه، وجوه الخلايا النباتيه والنواه، الكلام ده كله. الجدار الخلوي ده او جدار الخليه لو بصينا تحت الميكروسكوب كده وكبرنا الجزء ده هتلاقيه بيتكون من الياف اسمها الياف السليلوز، وهنعرف دلوقتي ايه الياف السليلوز دي، تمام؟ لو كبرنا الخيط الواحد منها هتلاقيه بيتكون من جلوكوز 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 كتير مقصوص جنب بعضه. طب ايه اللي استفاده؟ يعني الكلام ده الالياف دي موجوده فين؟ في الخضروات. يعني انت لما بتاكل طبق سلطه كده انت بتاكل ايه؟ بتاكل الياف. جميل كده؟ طيب يبقى احنا عرفنا ايه دلوقتي؟ عرفنا التعريف بتاعها. طيب العناصر،
الالات والله بتتكون بكل بساطه من ايه؟ اولا ده مركب عضوي، فلازم يتكون من ايه؟ من الكربون ومن الهيدروجين ومن ايه تاني؟ الاكسجين. طب ممكن عشان خاطر نختصرها بالشكل بتاعها، قال لك ماشي نختصرها بالشكل بتاعها اللي هو بنختصر الكربوهيدرات، تمام؟ بس ده مش في المنهج، ده لما تخش الكليه ان شاء الله CHO. ماشي. طيب الصيغه العامه، ايه الصيغه العامه دي؟ قال لك دي معادله بسيطه، تمام؟ بتقول CH2O باي ان، ايه ان دي؟ ان نمبر. نمبر ايه يعني؟ رقم تليفون؟ لا، نمبر ده اللي هو عدد جزيئات الكربون. مثال والله انا قلت لك مثلا احنا عشان في سكريات، فقلت لك مثلا السكر ده مثلا سكر خماسي او سكر سداسي. طيب يبقى اشيل الان ديت، تمام؟ ادي الصيغه العامه اللي هي CH2O باي ان. قلت لك سكر سداسي، شيل الان واكتب ايه؟ 6. 6 دي مضروبه في كل اللي جوه القوس. طبعا هنا في واحد والاو دي قدامها واحد، بس احنا ايه؟ مش بنكتبه. يبقى 6 في 1 يبقى سي 6. 6 في 2 يبقى ب 12. 6 في 1 يبقى او 6. تمام؟ طيب لو قلنا سكر خماسي هنعوض بنفس الكلام. شيل ديت ويكتب 5. يبقى 5 في 1 يبقى سي 5. 5 في 2 يبقى اتش 10. 6 5 في 1 بخمسه. طيب يبقى دي اسمها الصيغه العامه، معادله كده بنعوض فيها عشان نعرف الصيغه الجزيئيه بتاعت المركب ده بناء على عدد ذرات الكربون بتاعته. طيب لو احنا قسمنا كده الخمسه على خمسه على خمسه هنلاقي 1 الى 2 ل 1، يعني بيشترك فيها ذرات الكربون الى الهيدروجين للاكسجين على الترتيب بنسبه 1 ل 2 ل 1. تمام؟ تمام. طيب يبقى انت كده فهمت التعريف، فهمت العناصر اللي داخله فيها، وفهمت الايه؟ الصيغه العامه. طيب التصنيف، عاوزين نصنف السكريات ديت. قال لك هنصنفها سكريات بسيطه وسكريات معقده. تمام؟ سكريات ايه؟ بسيطه وسكريات ايه؟ معقده. سكريات بسيطه وسكريات معقده. قال لك انا 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 هديك الامثله الاول عشان خاطر انت تجاوب لوحدك، تمام؟ هديك مثال على السكريات البسيطة، الجلوكوز والسكروز. الجلوكوز والايه؟ السكروز. الجلوكوز والايه؟ السكروز. الجلوكوز والايه؟ والسكروز. هنلاقي في اسماء كتير للسكريات، بس ان شاء الله باذن الله هتلاقيها سهلة جدا وبسيطة وهنحفظها لك ونقول لك ازاي تفرق بينهم، تمام؟ طيب المعقدة قال لك زي النشا، زي الجلايكوجين، زي السليلوز. يبقى البسيطة زي الجلوكوز، تمام؟ وايه تاني؟ والسكروز. أما المعقدة زي النشا والجلايكوجين والسليلوز. طيب بكل بساطة كده، بكل بساطة أنا جبت مثلا دي مثلا كوباية مية فيها مثلا سكر، تمام؟ السكر بيدوب في المية وداب، تمام؟ لو شربت مية، لو أنا شربت مية هلاقي طعمها إيه بالنسبة للسكريات؟ بالنسبة للسكر معلومة يعني جانبية، السكر اللي بنستخدمه في البيت ده جاي من قصب السكر. طب إيه السكر اللي موجود في قصب السكر؟ هو السكروز. يبقى السكر اللي عندنا في البيت ايه هو؟ السكروز. السكر اللي بنحلي بيه الشاي والنسكافيه وكل حاجه هو الايه؟ السكروز. جميل. فاديني شربت مثلا ميه، الميه طعمها في السكريات البسيطه ديت طعمها ايه؟ قال لك طعمها حلو. تمام؟ طيب هناخد مثال مثلا هنا النشا، تمام؟ انا جبت ميه بنشا، تمام؟ وادي النشا كمان ما دابش، هنعمل كده عشان ندوبه تاني، تمام؟ وما بيدوبش ليه؟ هو ما بيدوبش، حتى لو سبته في الميه هتلاقيه كده يعني شبع، بقى محلول مشبع كده او معلق. لو سبته شويه هتلاقي ايه؟ النشا رصابي التاني زي ما انتم كنتوا شايفينه من شويه. طب لو شربت بق بسيط كده يبقى ما بتتميزش بطعم حلو، ما فيش طعم حلو، صح؟ يبقى هنا لا تتميز بطعم ايه؟ حلو، تمام؟ يبقى هنا السكريات البسيطه طعمها حلو، يبقى افتكر انت على طول احنا جبنا ميه بسكر وشربناها لقيناها ايه؟ طعمها حلو. يبقى اول حاجه الطعم هنا حلو ولا لا؟ اه في البسيطه حلو. طب في المعقده زي النشا؟ قال لك لا مش بتتميز بطعم حلو. طيب اول حاجه خلصنا منها الايه؟ الطعم. الحاجه الثانيه الذوبان. بكل بساطه انت جبت ميه بسكر ودوبتها في الميه، تمام؟ السكر داب ولا ما دابش؟ داب. انت شفته؟ لا مش شايف. اما بالنسبه للنشا اللي احنا لسه عاملينه من شويه اهو، داب؟ لا ما دابش، ولو سيبناه شويه هنلاقيه اهو بيبدا يرسب. يبقى النشا او السكريات المعقده لا تذوب، يبقى ده يذوب، ده لا يذوب، تمام يا شباب؟ ركز شويه. طيب يبقى احنا خلصنا من الطعم ومن ايه؟ من الذوبان.
الوزن الجزيئي. طيب عشان اقول لك الوزن الجزيئي اقول لك معلومه بسيطه. الجلوكوز ده شكله عامل كده. شكل كده سداسي، تمام؟ هنا في ذره كربون، وهنا في ذره ايه؟ قصدي اكسجين، وهنا ايه؟ الكربون الثابته هنا. جميل؟ يبقى ده الجلوكوز لوحده. النشا والجلايكوجين والسليلوز عباره عن جلوكوز ماسك في جلوكوز ماسك في جلوكوز ماسك في جلوكوز وهكذا، كتير بقى جنب بعض، كتير 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 كتير، تمام؟ لو انا هحسب ان دي طوبه ودي طوبه ودي طوبه ودي طوبه ودي طوبه، يبقى انا عندي اربع طوبات مثلا. لو انا هوزن، تمام؟ يبقى الوزن ده اخف ولا ده اخف؟ لا طبعا، يبقى ده وزن، الوزن بتاعها اقل منخفض، اما الوزن بتاع ده عالي، تمام؟ يبقى الوزن الجزيئي بتاع السكريات البسيطه بسيطه، الوزن بتاعها منخفض، الوزن الجزيئي ماله؟ منخفض، الوزن الجزيئي منخفض. اما الوزن الجزيئي بتاع السكريات المعقده عالي. تمام كده؟ طيب يبقى احنا خلصنا الوزن الجزيئي. طيب عايزين نعرف الانواع، عايزين نعرف الانواع. قال لك بكل بساطه البسيطه ديت فيها نوعين، تمام؟ احاديه، ونفهم يعني ايه احاديه، وقال لك ما دام احاديه يبقى فيه ايه؟ ثنائيه، يبقى احاديه وايه؟ ثنائيه. اما المعقده هي معقده، مفيش انواع، لا توجد انواع، لا يوجد انواع. تمام؟ يبقى بكل بساطه الطعم قلنا هنا حلو، تمام؟ انت عاملها في البيت شويه سكر كده وميه ودوبهم ودوق، تمام؟ مش محتاج تدوق، انت عارف الطعم. والنشا مفيش طعم حلو، يعني مش بيتميز بطعم حلو. طيب بالنسبه للذوبان، هنا بيدوب هنا ما بيدوبش، الوزن الجزيئي هنا منخفض وهنا عالي. الانواع قلنا هنا احاديه وهنا ثنائيه، وقلنا بالنسبه للمعقد مفيش اي انواع. وطبعا الامثله قلنا يبقى الجلوكوز والسكروز، وهنا النشا والجلايكوجين والسليلوز. جميل كده؟ جميل جدا. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. طيب احنا عندنا دلوقتي عايزين نعرف ايه بقى، والحاجه اللي عامله مشكله بالنسبه لكم اللي هي السكريات الاحاديه والسكريات الثنائيه، السكريات الاحاديه والسكريات الايه؟ الثنائيه، لان هي ليها اسماء كده غريبه شويه، تمام عليكم؟ بس ان شاء الله تلاقوها بسيطه وسهله، واقول لكم على حاجه ازاي تفهموا ان السكر الاحادي والثنائي وانتم مغمضين عينيكم، تمام؟ بس ايه؟ نركز مع بعضينا كده ونصلي على النبي، صلي على النبي، وما تستخسروش ان الفيديو توصلوه يعني ايه لكل الناس اللي في ثانوي. ان شاء الله باذن الله لو الشرح عجبكم ولقيت منكم يعني رد فعل كويس، باذن الله هنكمل باقي شروحات المنهج باذن الله يا رب ان شاء الله. يعني احنا بنتعب عشان نعمل الفيديو فما تنسوناش بقى. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ على السكريات البسيطه. السكريات البسيطه قلنا منها ايه؟ قلنا منها نوعين، سكريات احاديه، سكريات ثنائيه. ممتاز، صل على النبي كده، صل على النبي. سكريات احاديه وسكريات ايه؟ ثنائيه. سكريات احاديه وسكريات ايه؟ ثنائيه. قال لك الاحاديه بتتكون من سلسله بين ايه؟ بين 3 ل6 ذرات كربون، طبعا بيتصل بيها الهيدروجين والاكسجين بطريقه معينه، تمام؟ يبقى عندنا من 3 ل ايه؟ من 3 ل6 ذرات كربون، من 3 ل6 ذرات كربون. اما الثنائيه قال لك ده نتيجه ارتباط سكر احادي زائد سكر احادي زائد سكر احادي، يدينا ايه؟ سكر ثنائي بسيط، 1 + 1 = 2، تمام؟ يبقى السكريات الاحاديه بتتكون من سلسله من 3 ل6 ذرات كربون بيرتبط بيها الهيدروجين والاكسجين، تمام؟ اما الثنائيه هي نتيجه ارتباط سكرين احاديين مع بعضهم، تمام؟ تمام، ممتاز جدا، ممتاز خالص. نيجي بقى على الحته اللي انتوا بتكرهوها، تمام؟ اول مثال عندنا، اول مثال الجلوكوز. احنا عاوزين نعرف كل سكر او الموجود يعني عندنا في المنهج هو سكر ايه، تمام؟ وبيتكون من ايه لو هو ثنائي، والاسم بتاعه يعني، تمام؟ طب الجلوكوز ده قال لك بكل بساطه هو سكر العنب. طب انا عاوز افتكر الجلوكوز ان هو سكر العنب. عنب يعني ايه بالانجليزي؟ يعني جريبس، صح؟ جريبس اولها جي وجلوكوز اوله جي، تمام؟ يبقى الجلوكوز اوله جي جيم وجريبس اولها جيم، ده سكر العنب. طب ماشي. السكر التاني عندنا اسمه الفركتوز، اسمه فركتوز.
فركتوز اوله ايه؟ اوله فيه بلا سكر الفواكه. يبقى نكتبها بايه؟ بالازرق برضو عشان تكونوا مجمعين معانا. يبقى الفركتوز تمام فيها فين؟ يبقى سكر الايه؟ الفواكه. يبقى الفواكه ما عدا العنب فيها ايه؟ فيها فركتوز، العنب فيه ايه؟ جلوكوز، والجلوكوز من اهم السكريات اللي انت هتعدي عليها، تمام؟ حتى لما واحد بيجي له السكر بنقيس عنده الايه؟ مستوى السكر في الدم، طيب اللي هو مستوى الجلوكوز. يبقى خدنا الجلوكوز وخدنا الايه؟ الفركتوز، خدنا الجلوكوز وخدنا الفركتوز، جميل. ناخد السكر الثالث اسمه ايه؟ اسمه الجلاكتوز. الجلا ايه؟ الجلاكتوز. دوت مش مكتوب قدامه حاجه، بس عشان تبقى عارف ده بيتم تخليقه داخل الغدد اللبنيه، تمام؟ يبقى الثدي جواه الغدد اللبنيه بيتم تكوين الجلاكتوز جواه، بس ده مش سكر اللبن، تمام؟ خليه دلوقتي وعدي، تمام؟ اما رابع واحد معانا اسمه الريبوز. الايه؟ الريبوز. الايه؟ الريبوز. قال لك ده سكر خماسي بيدخل في الحمض النووي ار ان اي. ار فيها ر، تمام؟ ر اهي ار، يبقى ايه؟ الريبوز. وهنعرف في الدرس بتاع الاحماض النوويه، تمام؟ الفرق بينهم، يعني هتعرف بالتفصيل الفرق بين الار ان اي والدي ان اي والسكر الريبوز، هتشوف التركيب بتاعه والكلام ده كله، تمام؟ بس دول سكريات سداسيه وده سكر ايه؟ خماسي. دول سكريات سداسيه وده سكر ايه؟ خماسي. طيب يبقى الجلوكوز سكر العنب، الفركتوز سكر الفواكه، الجلاكتوز مش مكتوب عندك في المنهج ان هو بتاع ايه؟ وانا قلت لك الريبوز ده سكر خماسي بيدخل فيه تركيب الحمض النووي الار ان اي او الحمض النووي الريبوزي، تمام؟ طيب السكريات الثنائيه هما ثلاثة بكل بساطة. أول واحد عندنا خلينا نقول السكروز. طيب السكروز ده سكر إيه؟ بكل بساطة سكروز فيها كلمة سكر، صح؟ فيها كلمة إيه؟ سكر. يبقى ده بتاع إيه؟ بتاع عصب السكر. يبقى ده سكر القصب، تمام؟ يبقى فيها كلمة سكر، فيها كلمة ايه؟ فيها كلمة سكر، يبقى ده بتاع عصب السكر، حلو. بيتكون بقى منين السكروز ده؟ أي واحد ثنائي عندنا بيتكون من جلوكوز وحاجة تانية، وأنت مغمض، أي سكر ثنائي موجود عندك في المنهج بيتكون من جلوكوز زائد حاجة تانية، تمام؟ طيب، خلينا نكتب الإيه؟ أول حاجة الجلوكوز، مش عارفين هي الحاجة التانية، صح؟ طيب، القصب ده، القصب مش مسكر زي الفواكه، صح؟ ممكن نعتبره تبع الفواكه مثلا، ماشي. يبقى الجلوكوز وايه تبع الفواكه هنا؟ فركتوز. يبقى الفواكه فيها ايه؟ فركتوز. يبقى جلوكوز وايه؟ وفركتوز، تمام؟ تمام. الحاجه الثانيه قال لك خلينا نكتبه على طول لاكتوز، سكر ايه؟ اللاكتوز. ثانية كده، سكر ايه؟ اللاكتوز، سكر الايه؟ اللاكتوز، سكر اللاكتوز ده سكر اللبن، سكر ايه؟ اللبن، سكر الايه؟ اللبن، اللبن طبيعي، لبن طبيعي يا شباب، في لبن، في سكر، لبن طبيعي في سكر، اللي هو سكر اللاكتوز. لبن أولها لام، يبقى اللاكتوز أوله لام. وإحنا قلنا أي سكر ثنائي بيتكون أساسي من سكر الايه؟ الجلوكوز، يبقى نكتب الجلوكوز. طب بقى ايه السكر الثاني مش هو اللي ثنائي اللي هو عباره عن سكر واحد زي السكر واحد؟ عرفنا اول سكر واحد، الثاني بص كده معايا، بص كده معايا، بص كده على الكلمه دي اهي. يبقى الجلاكتوز مع الجلوكوز بيكون الايه؟ اللاكتوز، تمام؟ يبقى اللاكتوز مع الجلاكتوز بيعمل اللاكتوز سكر الايه؟ سكر اللبن. اخر واحد معانا اللي هو سكر المالتوز. سكر ايه؟ المالتوز، سكر الايه؟ المالتوز. ده اسمه غريب شويه، صح؟ هسألك سؤال، تعرف يعني ايه مالت؟ مالت مش عريان، لا مالت.
مالت بالانجليزي معناها شعير، مالت بالانجليزي معناها ايه؟ شعير. فلو قلنا مالتوز يبقى سكر الشعير، سكر الشعير، سكر ايه؟ الشعير. يبقى مالتوز سكر الشعير، تمام؟ سكر ايه؟ الشعير. احنا عرفنا ان اي سكر ثاني عندنا في المنهج بيتكون من جلوكوز زائد حاجه ثانيه، يبقى المالتوز بيتكون من ايه؟ جلوكوز. الجلوكوز زائد ايه ثاني؟ بصوا بقى المفاجاه، بصوا المفاجاه، بيتكون من جلوكوز وجلوكوز برضه. من جلوكوز وايه؟ جلوكوز برضه. يعني لو اثنين جلوكوز لوحده يبقى جلوكوز، جلوكوز وجه جنب واحد ثاني لزق فيه كده ورخي معاهم ماسك فيه يعملوا الايه؟ يعملوا المالتوز، تمام؟ اما لو سكر كتير من الجلوكوز مسك في بعضه يعمل السكريات المعقده زي النشا زي الجلايكوجين وزي السليلوز، تمام؟ طيب احنا كده عرفنا الاحاديه بيتكون من 3 ل 6 ذرات كربون، ماشي. وعرفنا الثنائيه بيتكون من سكر حادي زي سكر حادي يديني سكر ثنائي، ممتاز. قلنا الجلوكوز اوله جيم، تمام. جريبس اللي هي عنب اولها جيم، يبقى ده سكر عنب. الفلكتوز سكر الفواكه، في وفي. الجالكتوز، تمام، لاكتوز، جالكتوز، تمام، بيتحد مع الجلوكوز عشان يكون اللاكتوز سكر اللبن، وده سكر ثنائي. الريبوز بيدخل في تركيب الحمض النووي ار ان اي، ار ان اي او الحمض النووي الريبوزي. قلنا السكروز، سكروز اولها كلمه سكر، يبقى بيخش في ايه؟ عصب السكر، تمام. يبقى ده السكر بتاع القصب اللي احنا بنستخدمه في البيت، ده عباره عن وقلنا مسكر زي الفاكهه، تمام، فبيخش فيه جلوكوز زائد سكر الفاكهه، تمام. يبقى الاثنين دول اصلا بتاع الفاكهه، ده كان بتاع عنب وده بتاع الفاكهه. واللاكتوز والمالتوز قلنا مالتي يعني شعير، تمام، وبيتحد من جلوكوز زائد جلوكوز. طيب والله يا دكتور دلوقتي انا فهمت كل واحد، بس انا بتلخبط في الامتحان بين، انا عايز احدد كده بسرعه ايه هو الاحادي وايه هو الثنائي بسرعه بسرعه كده من غير ما ايه متاخر كده على طول، او ما اشوف حاجه بسيطه كده من الكلمه اعرف ده احادي ولا ثنائي. هقول لك على حاجه كده، تمام، صلي الصلاه على النبي، ما تنساش برضه تبعت الفيديو لاصحابك. قال لك في واحد، قال لك واحد، تمام، راح يصلي الفجر قابل اتنين تمام قال لهم السلام عليكم، تمام. واحد راح يصلي الفجر قابل اتنين قال لهم السلام عليكم، يبقى واحد راح يصلي الفجر قابل اتنين قال لهم السلام عليكم، واحد راح يصلي الفجر قابل اتنين قال لهم ايه؟ السلام عليكم، ممتاز. ادي ده واحد اهو جنب الفجر، واثنين قال لهم السلام عليكم. الفي فركتوز، الجيم جلوكوز و جالاكتوز، والري ريبوز. يبقى لو انا اي شفت اي سكر في حرف من الحروف ديت يبقى عضلت على طول وانا مغمض سكر احادي، وانا مغمض. قال لك الريبوز، الريبوز تبع كلمه الفجر احادي على طول وانت مغمض ما تستناش، تمام. قال لك جالاكتوز، جالاكتوز ده تبع كلمه الايه؟ الفجر، يبقى ده سكر احادي، ما تفكرش ما تفكرش. السلام عليكم، تمام، قال لك ايه قبل اثنين؟ قال لهم سلام عليكم. اثنين عشان سكر ثنائي، سكر ايه؟ ثنائي. سلام يبقى سكر السكروز. اللام ألف اللاكتوز، الميم مالتوز. يبقى قال لك في الامتحان سكر السكروز وحاجة ولا ثنائي؟ في ايه؟ سين. سكر ايه؟ في سين سكروز، وانت مغمض، وانت مغمض على طول سكر ثنائي. واحد هيصلي الفجر قبل اثنين قال لهم السلام عليكم، تمام. يبقى واحد هيصلي الفجر قبل اثنين قال لهم السلام عليكم. الف فركتوز، الجيم جلوكوز وجلاكتوز، والري ريبوز. السكات الثنائيه بقى باختصار كلمه سلام، سين سكروز، واللام الف لاكتوز، والميم مالتوز. كده انت عرفت السكات الاحاديه والثنائيه، وباذن الله مش هتلخبط فيها ابدا باذن الله ان شاء الله. صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. طيب عاوزين نعرف ايه؟ قال لك الجلوكوز ده حاجة مهمة جدا في الخلية، تمام؟ حاجة مهمة جدا في الخلية. ايه مش الجلوكوز ده سكر احادي؟
سكر واحد، ايه دوره في انتاج الطاقة؟ ايه دوره في انتاج الايه؟ الطاقة. قال لك بكل بساطة بيدخل جزيء الجلوكوز داخل الخلايا في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا تمام؟ فبيحصل ايه؟ بيحصل تكسير للروابط الكيميائية الموجودة في جزيء الجلوكوز، وبيتم وبتنطلق ايه؟ طاقة بتكسر الروابط دي. طبعا دي بكريبس سايكل وحاجات كبيرة طبعا تمام، بس بكل بساطة بقولها كده عشان خاطر نبسط الفهم والايه والحفظ بتاعنا. فنكسر الروابط الكيميائية فتنطلق طاقة، تنطلق ايه؟ طاقة. الطاقة دي نضيعها؟ لا، الطاقة دي بنحملها على مركبات أدينو زين ثلاثي الفوسفات اللي هي اسمها ايه؟ ATP، أدينوزين تراي فوسفيت، مركبات أدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP. دي عملة الطاقة في الخلية. ATP دي ايه؟ عملة الطاقة في الخلية. ATP دي ايه؟ عملة الطاقة في الخلية. يعني ايه عملة الطاقة في الخلية؟ احنا بنتعامل في مصر بالجنيه تمام؟ دي الخلية بتتعامل بالـ ATP. انت عايز تشتري حاجة بالـ ATP تمام؟ مالهاش دعوة، هي دي العملة بتاعتها تمام؟ وقال لك ده لما بيطلع بينتقل إلى أماكن أخرى في الخلية عشان يقوم بالعمليات الحيوية تمام؟ يبقى ده دور الجلوكوز في إنتاج الطاقة. والله ما بيخرجش الخلية ويدخل الميتوكوندريا ويحصل تكسير الطاقة للروابط الكيميائية المختزنة في جزيء الجلوكوز، تنطلق الطاقة المختزنة وبعد كده تتحمل على مركبات الـ ATP، وتنتقل مركبات الـ ATP لأماكن أخرى في الخلية ليتم استخدامها في العمليات الحيوية الأخرى تمام؟ يبقى احنا كده فهمنا الجلوكوز و دوره في تكوين اي تي بي. طيب بكل بساطه قال لك عايزين نكشف عن الحاجات دي. نفترض انسان تمام عنده السكر تمام، معناه ان كده ان السكر بتاعه عالي تمام، يعني ممكن الجلوكوز بيكون بينزل فين؟ بينزل في الدم او بينزل فين؟ في البول، صح كده؟ صح، ممتاز. عايزين بقى نعرف حاجه تقول لنا في فعلا جلوكوز ولا لا، يعني البول ده فيه جلوكوز ولا لا. قال لك هنستخدم يبقى السكريات الاحاديه زي الجلوكوز عايزين نكشف عنها تمام. قال لك بسيطه، ايه الصعب في كده؟ قال لك هنجيب البول مثلا بتاع الراجل ده او اي حاجه فيها جلوكوز تمام، ان شاء الله ما فيها سكر، ونحطها في انبوبه اختبار تمام. هنحط المحلول بتاعنا البول بقى او ما بسكر ايا يكن، ونحط عليها محلول تاني المادة الكاشف بتاعنا، المادة اللي هتكشف لنا هل هو ده جلوكوز ولا لا. المادة دي اسمها ايه؟ اسمها بنديكت. اسمها ايه؟ بنديكت. ده اسم العالم، مش اسم يعني اسم الايه؟ اسم العالم. طيب انا عايز اعرف المادة دي لونها ايه؟ طب بنديكت اوله ايه؟ بي، يعني كلمة بلو. يبقى المركب ده او المحلول بتاع الكاشف ده لونه ازرق. طيب قال لك بقى انا خلاص حطيت الكاشف وحطيت الحاجه اللي انا عايز اكشف فيها فيها سكر ولا لا. قال لك هنحطها في حمام ميه. ايه حمام ميه اللي هديها شاور؟ لا، حمام ميه انت تجيب ميه تسخنها تمام وتحط فيها الانبوبه ديت، ده هو ده حمام الميه تمام. الانبوبه ديت لو فيها سكر هتتغير اللون البرتقالي. قالوا لي ايه؟ البرتقالي. بس عايز الحقيقه مش بتنتقل على طول لكده، الحقيقه ان هي لو في شويه سكر صغيرين يتحول للون الاخضر، اللزق يتحول لاخضر شويه. لو انت زودت عليه التسخين يتحول لاصفر، معناه في سكر ازيد. بعد كده يتحول للون البرتقالي، يبقى سكر ازيد. لو سكر يعني شديد خالص يتحول للون الاحمر، تمام؟ يبقى دي الالوان بتاعه البنديكت، الالوان بتاعه الايه؟ البنديكت. البنديكت ده اسم الكاشف ان بنكشف بيه عن السكريات الاحاديه زي الجلوكوز، لونه ازرق بيتحول لبرتقالي. جميل. السكريات بقى المعقدة، السكريات المعقدة زي النشا، النشا اللي احنا عاملينه من شوية، عايزين نكشف عنه. عايزين نكشف ايه؟ عنه. عايزين نكشف عنه يعني نشوف الحاجة دي فيها نشا ولا ما فيهاش. قال لك والله بسيطة، هنجيب محلول أنبوبة اختبار ونحط فيها ايه؟
نحط فيها المحلول اللي احنا عاوزين اللي هو بتاع النشا، ونحط عليه محلول يود. محلول ايه؟ محلول يود. محلول يود اليود له ايه؟ برتقاني. عندك صبغه يود، نعمل التجربه ديت تمام مع بعضينا. صبغه اليود تمام لونها اصفر، بس احنا اصفر غامق كده، فبنقول عليها ايه؟ لونها برتقالي تمام، لونها ايه؟ برتقالي. طب نجيب حاجه في من البيت تمام، نعملها مع بعضينا. حاجه من البيت عندنا يا اما صبغه يود او بيداتين. البيداتين ده داخل فيه تركيبه اليود، هو مش يود لوحده بس داخل في تركيبه اليود. وعندنا النشا اللي احنا كنا لسه عاملينه، ندوبه تاني تمام. ادي النشا اهوت بقى لونه ابيض تمام. هنحط عليه طبعا انتوا عارفين اللون البرتقاني البيداتين تمام، لونه برتقاني غامق لدرجه انك تحس ان هو لونه احمر تمام. خلينا نشوف كده، حطينا البيداتين على النشا يتحول للون الايه؟ بص اتحول للون ايه؟ ده مش اسود، ده ازرق، ازرق غامق. كل ما تحط هيبان معاك اللون الازرق، مش عايز خالص البيداتين يعني تمام. يبقى البرتقالي ده بيتحول للون الايه؟ بيتحول للون الازرق في وجود الايه؟ النشا. يبقى يتحول للون الازرق تمام. يبقى عندنا الاثنين عكس بعض، بندكت فيها بي لانه ازرق بيتحول لبرتقالي في وجود السكريات الوحديه زي الجلوكوز، اما اليود صبغه اليود تمام لونه برتقالي بيتحول للون الازرق في وجود النشا. طب لو انا حطيت اليود ده مثلا على ميه هيتغير؟ مش هيتغير، ما هو مفيش نشا. طب لو حطيته على بروتين هيتغير؟ مفيش نشا تمام، ما استفدناش حاجه، يتغير بس في وجود ايه؟ النشا. نفس الكلام في بنديكت، لو حطينا نشا مش هيتغير، حطينا بروتين مش هيتغير تمام، حطينا دهون مش هيتغير، ملوش علاقه. هو ليه علاقه بالايه؟ بالجلوكوز تمام. احنا كده كشفنا عنه. طيب ايه الاهميه بقى؟ الاهميه بكل بساطه، انت لما بيجي لك هبوط او حد بيجي له هبوط في البيت بتعمل ايه؟ قال لك بكل بساطه بنجيب له يا واد هات الميه بايه؟ ميه بسكر لاخوك تمام. يبقى احنا الجلوكوز ده بالنسبه لنا لو هنبص على الاهميه، اول حاجه مصدر للطاقه، مصدر الطاقه، بس مصدر الطاقه سريع على طول، ياخد الميه بسكر يقوم يفوق على طول تمام. يبقى ده مصدر ايه؟ للطاقه. الحاجه الثانيه تخزين الطاقه. ايه تخزين الطاقه؟ يعني ايه تخزين الطاقه؟ قال لك والله انت مثلا لو يعني ارقام دي بقولها وخلاص يعني مش دقيق مش صح يعني، لو انت محتاج مثلا في اليوم 100 جزيء جلوكوز، بس انت كان قدامك اكله حلوه تمام، رحت مزود شويه مثلا شويه نشويات ولا حاجه، كان طبق يعني ولا صينيه المكرونه بشاميل كانت 10 على 10 وهتاكل 7 كوره، فزودت. انت كلت قد ايه؟ كلت 300 جزيء من الجلوكوز تمام. انت جسمك محتاج كام؟ محتاج 100، هيديله 100 بس في 200، 200 دول يروحوا فين؟ قال لك هنرميهم خساره. الانسان ربنا خلقه يستغل الحياه ديت، يعمل ايه بقى؟ هيحول دول ليه؟ هنبص، ده هو انسان، فالانسان والحيوان بيحول او بيخزن الجلوكوز الزياده على صوره جلايكوجين. فين؟ في الكبد والعضلات. الكبد وفين؟ في العضلات. طب النبات، النبات بيعمل عمليه بناء ضوئي ويكون جلوكوز والكلام ده كله، مش وارد في ايام ما يكونش فيه مطر او مش بنحط له الميه على طول تمام يعمل ايه في الايام التانية؟ يموت؟ قال لك لا، الجلوكوز الزياده عنده في الوقت ده بيحوله لنشا. يبقى لو النبات بيحول الجلوكوز الزياده لنشا، اما الانسان والحيوان بيحولوا لايه؟ مش جلايكوجين. فين؟ في الكبد وفين؟ وفي العضلات. جميل؟ ممتاز. يبقى اول حاجه احنا ان هو مصدر للبروتين، تخزين البروتين وعرفناها، بعد كده بناء الخلايا. في واحدة أنا قلتها لكم تمام، نركز. لما قلنا دي الخلية النباتية، وقلنا ده الخلية من جوه، ده الخلية، وبعد كده النواة. قلنا هنا في إيه؟ في ألياف السيلوز. ألياف الإيه؟ السيلوز. السيلوز ده عبارة عن إيه؟ جلوكوز ماسك في بعض، يبقى ده من ضمن السكريات، يبقى دخل إيه؟ في بناء جدار الخلية في الخلايا النباتية تمام. الحاجة التانية الخلية الغشاء بتاعها ده بيتكون من حاجه اسمها فوسفوليبيد باي لير، او طبعا من الدهون كده ايه؟ من فوسفوليبيد. انا هناخدها في الليبيدات ان شاء الله باذن الله تمام؟
في حاجات في النص بتبقى داخل فيها الكربوهيدرات، تمام، اللي هي الجلايكو بروتين ومش عارف ايه، يعني في حاجات داخل فيها الايه الكربوهيدرات، تمام، فبيخش في اغشيه الايه الخلايا، تمام. الحاجه الثانيه شفنا الجلوكوز ده برضه جوه الميتوكوندريا والكلام ده كله، كل الحاجات اللي موجوده جوه الخليه اللي هو النواب السيتوبلازم والحاجات دي كلها اسمها البروتو بلازم. البروتو ايه بلازم؟ يخش جواها الكربوهيدرات، اه بتخش معاها الكربوهيدرات. يبقى احنا عرفنا الاهميه بتاعتها، مصدر للطاقه، تخزين الطاقه وبناء الخلايا، عرفنا زي جدار الخلايا بتاعت السليلوز بيخش جوه الخلايا النباتيه، تمام. والحاجه الثانيه بيشارك او بيدخل في تركيب اغشيه الخلايا وبروتوبلازم الخليه، تمام. كده احنا درسنا النهارده او شرحنا النهارده بالظبط الدرس التمهيدي، تمام، في اول حاجه عندنا في الاحياء بتاع اولى ثانوي الترم الاول. الحاجه الثانيه شرحنا الكربوهيدرات والحمد لله قلناها يعني بكل تفاصيلها، تمام، وعرفنا السكريات الوحديه والثنائيه بتفاصيلها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والشرح عجبكم، ما تنسوش تبعتوا الفيديو لاي حد في اولى ثانوي، تمام، يعني احنا تعبنا جدا عشان نطلع الفيديو ده، ف يعني ربنا علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا، وزين الله ما علمنا وعمل متقبلين، اللهم امين. وان شاء الله لو الفيديو باذن الله عجبكم يعني قولوا لنا في التعليقات لو عجبكم، ان شاء الله تلاقوا الفيديو الجاي باذن الله، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.